المشاركه في هذه المسابقات بحال هادو هو ان المراه يعني حاضره في كل شيء، يعني تقدر ماشي دائما غير المجالات الاخرى، حتى الرياضه حتى هي تكون فيها حاضره، علاش لا ترفع الرايه المغربيه، علاش لا. اول مره انني نشارك ونعرف، ومن بعد يعني نحقق الحلم ديالي اللي كنت منين كنت باغا انني نشارك فاش كنت صغيره انني نمارس هذه الرياضه ديال العدو. ان شاء الله احنا علاش لا. سان تشالنج تحدي لذاتك براسك ب 20 كيلومتر. انا من المدرسه سلا بروميير فوا غادي ندير 20 كيلومتر، ديما كندير غير 10 15 10 15، ودابا ان شاء الله المره 20. الهدف ديالي اون بارتيسيباسيون 100% ديالتي انايا وصافي، ماشي سي با ماشي با ماشي انا اتلت باش نربح ولا شي حاجه. جايه نشجع الزوج ديالي في الماراثون ديال مراكش، كنشجعو لانه كيبغي الرياضه بزاف ورمز زوين لوليدات، و تيتهما تيتشجعوا معاه و تيتحمسوا معاه، سنوفي كو دو بيان اننا نجيو حنا وياه. الرياضه اولا تنمشي من المثل اللي تيقول العقل السليم في الجسم السليم، اذا لا كانت الصحه ديال الانسان متكامله وكل شيء تيكون مزيان في حياته و تيكون ديما مساعد اي حاجه، و تتكون بحد ذاتها حافز. دونك ديال لما تجري الماراثون تتحدى بزاف ديال الصعوبات، التواجد ديال الاسره هو تحفيز لهم باش يتشجعوا. تما عندي الوليدات صغار ان شاء الله، دونك تما تنوجدهم ان شاء الله باش يشاركوا في الماراثون، لان الرياضه ما عندهاش مقابل، وتنشجعوا اي واحد باش يستعمل يكون في الرياضه. تسخينات باش نقدروا نبداو السباق ان شاء الله. تبارك الله شحال كنتي مرا وكديري تسخينات مجموعة ديال الرجال؟ عادي كندير الكوتش سيكوتش. كتعني لي بزاف الحوايج، ان المراه ولات شيء كبير في اي مجال. شكرا عليك، بارك الله.